إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه وخير ما في ملكه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، عندما تصاب الأبدان بالعلل والأجسام بالأمراض والأعضاء بالأوجاع والأجساد بالأسقام، يفقد الإنسان تماسكه، يحرم الراحة ويمنع النوم، فالألم لا يحتمل، الجوع والفقر يحتملان، ولكن المرض الذي يفت البدن سرعان ما ينهار صاحبه، وعندها يهرع الناس إلى مراكز العلاج والمشافي وعيادات الأطباء طلبا للدواء والتماسا للصحة وأملا في الاستشفاء، وبعض الناس قد يغادر البلاد بالكلية في دول أخرى يطلب الدواء ويطلب الشفاء لعلل بدنه، وحق لهم، فإن الصحة من مقاصد الحياة، والإنسان لا ينجز شيئا إذا كان عليلا في بدنه، مريضا في جسمه، لا يستطيع أن يزرع أو أن ينتج أو أن يبتكر أو أن يقدم شيئا للناس، ولذلك يحرصون على الصحة والحفاظ على الأجساد والأبدان من العلل والأمراض من مقاصد الدين الكلية ومن أساسيات الإسلام، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا ضرر ولا ضرار، إلى غير ذلك من النصوص العظيمة التي تحث الناس على أن يحافظوا على أبدانهم، وهذا ليس غاية إنما ليحسن استخلافهم في الأرض، وهذا أيضا لتتم عبادتهم لله الواحد الديان. ولقد ظهرت في عصرنا علل وأمراض، جنون البقر، أنفلونزا الطيور، الحمى النزفية، أنفلونزا الخنازير، وإلى غير ذلك من المسميات، وقد يصاحب هذا تهويل وضجة إعلامية يؤثر على حياتنا كمسلمين. فالحمى النزفية منعت الناس في عام من الأضحية، وبعض الناس كان متحايلا، وكانت الفتوى واضحة، إذا كانت الحمى النزفية في الخرفان وفي الشياه فيمكن أن يضحى بالبقر ويمكن أن يضحى بالإبل، ولم يكن هذا أمرا دقيقا، إنما بنى الناس على الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأنفلونزا الخنازير تمنع الناس من العمرة وتمنع الناس من الحج. أنفلونزا الخنازير وهو الفايرس المركب بطريقة غريبة، الخنزير يعتبر مكمن الأدواء، وباتفاق العقلاء من المسلمين والكفار الخنزير لا يصلح أن يكون مع البشر أبدا، إنما يكون في الغابات. وسبحان البديع العظيم الخالق الحكيم الذي شرع تشريعا منع الناس فيه من الاحتكاك بالخنزير. H1N1 إنما هو فايروس معدل من H2 وN3 وH1 وN2. الخنزير عنده قابلية أن يحوي أمراض كثيرة مع بعضها البعض، وهذه الأمراض متناقضة وكلها تبقى في بدن الخنزير. مثلا البقر إذا حوى فايروس
فإنه لا يتحمل فيروس آخر. أما الخنزير يستطيع أن يكون مكمنا ومجمعا لجميع الأدواء والعلل في آن واحد. لكن هذا الفيروس الخطير H1N1 أنفلونزا الخنازير، إما أن يكون الخنزير طوره بنفسه، وإما أن الخنزير حقن من الإنسان بهذا الداء المطور ليعم العالم. ولكن ببساطة أنفلونزا الخنازير المعقدة H1N1 من أيسر الأنفلونزات. الأنفلونزا العادية التي تصيب الناس، الزكام، السائل المخاطي، الإجهاد في البدن، نوع حمى تصيبهم، أسوأ وأصعب من أنفلونزا الخنازير. وعدد الذين يموتون بأمراض أكثر تعقيدا من أنفلونزا الخنازير في العالم كثر. وبالمناسبة معظم الذين توفوا بأنفلونزا الخنازير لم تكن الأنفلونزا السبب الأساسي في وفاتهم، إنما لضعف المناعة عندهم لمرض من الأمراض الأخرى أو مؤثر من المؤثرات الأخرى. وبالرغم من ذلك يتحدث الناس عن العمرة، وجاءت عمرة رمضان والعالم يعج بأنفلونزا الخنازير، واعتمر واجتمع على ليلة 27 في الحرم 3 ملايين من البشر ولم تقع إصابة واحدة، إصابة واحدة لم تسجل بأنفلونزا الخنازير. هل أنفلونزا الخنازير مرض عادي أم هو مؤامرة ضد عالمنا الإسلامي؟ وعلى الناس أن يحجوا ولا يبالوا بأنفلونزا الخنازير، لأنها مرض الإنسان. يا أخي قبل أنفلونزا الخنازير أي زول بيمشي الحج بيجي شايل زكام وعيان، يرقد له 10 يوم في البيت، يسقوه ليمون ويقوم بعد ذاك يمشي كويس، فشنو الحاصل؟ شنو يعني أنفلونزا الخنازير ليست قاتلة وليست بهذه الطريقة الإعلامية المدوية التي تملأ الدنيا وفيها ضجة كبيرة جدا. لكن دعوني أقف معكم، ما يحصل الآن من هذه الأمراض إنما هو بكسب الإنسان، إما بطريقة التعمد والمباشرة، يعني الإنسان هو الذي صنع هذه الأمراض لسوق الأدوية. العالم منظمة الصحة العالمية تتحدث عن وفيات في أنفلونزا الخنازير بنسبة 1 في 1000، في كل 1000 بيموت 1 بس بأنفلونزا الخنازير، في حين إنه في العالم يموت يوميا 100 من 1000 بسبب الجوع والفقر. أنفلونزا الخنازير من تركيب الإنسان، إما بطريقة مباشرة وإما بطريقة السلوك المعقد للإنسان، مخلفات المصانع، أمراض وعلل، التقنية، الموبايلات تأتي بعللها وأمراضها، السلوك المعقد للإنسان ولد هذه الأمراض التي أصابت البهائم المسكينة، جنون البقر. البجنن البقر شنو؟ مفروض يجنوا الناس؟ يقول لك جنون البقر، البقر مسكين مفروض ما يجن. يقول لك أنفلونزا الطيور، مع إنه أنفلونزا الخنازير ببساطة الخبراء في منظمة الصحة العالمية يقولون إذا أردتم أن لا تصابوا بأنفلونزا الخنازير عليكم باستعمال الطهارة والنظافة بالماء دوما. ونحن نقول لهم هذا عندنا دين، نتوضأ 5 مرات في اليوم. إذا الزول ما غسل نخرته لمدة 8 ساعات بيجيب أنفلونزا الخنازير. إذن أنفلونزا الخنازير ما بتجي في بلدنا إلا لزول ما بصلي، وده يستاهل ذاته. أنت بتصلي هاي بتنظف نخرتك هاي ما بيجيك عوجة، طب أمشي الحج ما تلاوز بس يتوضى، بس خليك في الحج وتوضى. هم قالوا كده، قال لك كان بيستعمل الموية الموضوع انتهى. وأكل لحم الخنزير لا ينقل أنفلونزا الخنازير، لا ينقل أنفلونزا الخنازير إلا إذا لم يتعرض لحم الخنزير لدرجة حرارة فوق 70 درجة مئوية. لو عرضوا لحم الخنزير لأقل من ذلك في قابلية. ولكن أصلا أنفلونزا الخنازير سببها الاحتكاك المباشر بالخنازير في الحظائر،
فهو أكثر ما يصيب الذين يربون الخنزير. دعك من هذه، هذه هي المقدمة. الناس طبعا متخلعين، شده شده أزول دار النوم عن شنو؟ باختصار سأتحدث عن أنفلونزا النفوس. الخنازير خليها، في ناس قاعدين ونفوس سيئة وضمائر سوداء وسلوكيات رديئة وأخلاق صعبة، كما أن الأبدان والأجساد والأجسام إذا أصيبت بالعلل فإنها تهرع لطلب الدواء في الداخل والخارج، فكيف إذا أصيبت العقول بالأمراض والنفوس بالعلل والأرواح بالأسقام والمفاهيم بالفيروزات من الإلحاد والعلمانية والشيوعية والضلال والشهوات والانحراف والغي والتكبر؟ أعزائي وأحبتي، هذه بداية سلسلة لخطب تسمى أنفلونزا النفوس واحد، وأنفلونزا النفوس اثنين، وأنفلونزا النفوس ثلاثة. ما بكفي خطبة واحدة عشان نتحدث عن هذا الإنسان المعقد الشائك وما فيه من علل وأمراض يحملها في باطنه. وأول العلل والأمراض التي سأتطرق إليها وهي أنفلونزا خطيرة جدا وقد تكون معدية، الحرص والطمع. حنبدأ به، بعد ذاك الحقد والحسد، بعد ذاك التكبر والغرور والعجب، وهكذا. نبدأ بالحديث عن الحرص والطمع وحب الدنيا. أسوأ الأمراض التي تصيب النفوس أن يتعلق الناس بالدنيا، حتى قال جل وعلا في التنزيل: ألهاكم التكاثر. ألها من الملاهي والشغل، شغلكم التكاثر في ماذا؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ألهاكم التكاثر، شغلكم التكاثر في الأموال والأولاد والعقارات والدنيا حتى زرتم المقابر ما أفقتم إلا عند الموت عندما نقلتم إلى القبور فأدركتم أن ما كنتم فيه كان سرابا وأن ما سعيتم فيه كان ضلالا وغيا وأن هذا لا ينفعكم وإنما المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وذلك بعد قوله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون عندئذ، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وكل ذلك عندما تستبين الحقائق وتتكشف الأمور يوم القيامة، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي كنتم فيه. إنها الحياة والتعلق بها. الدنيا طلبها ليس مذموم، إنما المذموم التعلق، إنما ذم التعلق بالدنيا وليس مجرد السعي لطلب الرزق وطلب المعاش. فإن الله يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. ولكن
ذم القرآن الذين قال عنهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل وسوف يعلمون. بعض الناس في ملهى وفي ضياع وفي عمل مستمر في الحياة وكرس نفسه للدنيا. اسمع إلى هذه الأحاديث العجيبة وإذا هذه النصوص البديعة. يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا في حديث عائشة وهو في مسند الإمام أحمد: الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. الدنيا دار من لا دار له، دي دار بتقلباتها العجيبة والعنيفة. الدنيا هذه دار تجد الدنيا عند السفهاء وعند السفلة من الخلق، لا تقوم الساعة حتى تكون الدنيا للكع ابن لكع، كما قال عليه الصلاة والسلام: لكع ابن لكع، إنسان لا يساوي شيء. تجد عنده عمارات وعنده ثروات، هل يوجد في العالم الآن أغنى من اليهود؟ هل يوجد الآن في العالم أغنى من أصحاب الشركات ياهو واسمه منو بتاع الإنترنت الثاني ده المعاو كويس؟ هل يوجد في العالم أغنى من هؤلاء؟ وما قيمتهم عند الله؟ وماذا يساوون عند الله؟ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والغرض التعلق بالدنيا. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: سيصيبكم داء الأمم من قبلكم. عجيب، داء يعني مرض، حيصيب الأمة الإسلامية داء الأمم من قبلكم. قالوا: وما داء الأمم يا رسول الله؟ قال: الأشر والبطر. الأشر المبالغة في البطر، والبطر الطغيان بالغنى. في زول الله بيدي قروش ما بتعرف ذاته الله ادى قروش، لبسه زي الناس، راكب زي الناس، مع الناس متواضع، ما بيديك احساس انه هو عنده قروش. وفي نوع يلقى لي حبة قروش، بس حبة يسلم عليك بطرف اصابعينه، دي حالة حبة يعني. يعني كان بقى عندك قروش تعمل شنو؟ ده الأشر الذي هو شدة البطر. والبطر الطغيان بالغنى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغينا ومن فقر ينسينا. في غنى بيضغي الزول، وفي فقر يخلي الزول حايم ورا الدنيا دي، الله ما يطراه ينسى أي حاجة. في زول بيكون فقير فقر أي حاجة ينساها. ولذلك الأشر والبطر والتنافس في الدنيا عديل، التنافس في الدنيا والتباعد يحصل بعد ذلك تباعد بين الناس، والحسد ثم البغي، ده كله بيجيب الاقتتال. بالله ما علة بلادنا غير التنافس على الثروة والسلطة؟ علل البشر أنفلونزا النفوس. قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها. تخيل جابوا ذئبين وجوعوهم وفكوهم في قطيع بتاع غنم، يبشتنوا القطيع بشتنا. وكذلك أي إنسان عنده الحاجتين ديل دينه ممزق ومقطع. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال. الحرص على المال ببشتن دين زول، والشرف ده أي زول بيسعى تكون عنده مكانة، ده برضو بتضيع دينك. لماذا؟ لأنه في سبيل حرصي على المال أو الشرف قد يتنازل عن مبادئه.
عشان يعينوا وزير يتنازل من مبادئه بس عشان يقبل وزير. بس في ناس ممكن يتنازل عشان رئاسة محلية، في زول عشان لجنة شعبية ممكن يتنازل، خلي محلية قدر كده. الناس أقسام يتنازل عن مبادئه، وفي غمرة السياسة والأحداث يبدأ يتنازل عن أشياء كثيرة جدا من الحق. الحرص على الشرف والمكانة بتخلي الإنسان ليصل إلى مقصوده لا يبالي، وبعض الناس ليصل إلى المال لا يبالي. سأخبرك كيف أن حب الدنيا وأن التعلق بها قد يفسد على المرء دينه. الأمر الأول، بعض الناس ليحصل على المال يرتكب الحرام ليصل إلى المال، فلا يبالي ماله من حلال أو من حرام، ما عنده فرقة، ما عنده مشكلة، طب بس المهم يكون عنده قروش يحصل المال. أو لا يأكل من حرام، ولكن في سبيل الوصول إلى المال يضيع الواجبات الشرعية كالصلوات في وقتها. قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. في سبيل التجارة ما ينسى ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع. وهناك ألهاكم التكاثر، صرتم في ملهى عظيم بسبب التكاثر والتفاخر وبسبب الظهور. وهذا الصحيح، كنا قد أجرينا استبيانا في هذا المسجد قبل جمعات إعدادا لهذه الخطبة، وسألنا الناس أسئلة، قلنا لهم من أبرز مظاهر أمراض النفوس في عصرنا الاهتمام بشؤون الدنيا أكثر من شؤون الدين، بحيث أن الألم من ألم به مصيبة في الدنيا أصبح أعظم في نفوس الناس ممن ألمت به مصيبة في دينه. ويظهر ذلك على سبيل المثال في حياتنا، إذا رسب أحد في الامتحان، امتحان الدنيا في الجامعة في المدرسة أو في جامعة، هو أو ابنه يتأثر ويتألم أكثر من تفويته هو صلاة الفجر أو من تفويت ابنه لصلاة الفجر. سؤال: ولدك سقط ما نجح بكيتألم؟ أي ما صلى الصبح حاضر بكيتألم؟ بالله أشد يا يعني يسقط في امتحان الآخرة ولا في امتحان الدنيا؟ ما صلى الفجر حاضر بكيتألم ليه؟ لو جاء قال لك أنا رسبت أو شلت ملحق أو أديني أعيد، شوف الإجابة بتاعت الناس كانت كيف. والله يا إخواننا أن نفس المنطق أعكس لك المنطق، لو فزل عنده امتحانات ممكن يساهل للفجر، ولو عنده بيع الصباح ممكن يقوم من النباه في الأيام العادية، ممكن يقوم قيام الليل ولا صلاة الفجر بنفس هذا الحماس. الحصل شنو؟ شوفوا الإجابة، إجابة الناس، ما نحن برضو إجابة الناس بتدينا مؤشر هل الناس دي صادقين ولا ما صادقين. شوفوا الإجابة. طيب هل تمر بهذا الموقف إنه تقارن ولدك أو نفسك بين تفوت الفجر وبين تفوت ما تنجح في الامتحان، أيهما أشد على نفسك؟ 33% قالوا دائما نحن فعلا بمر بين كلام زي ده، ودي الناس بعتبرهم صادقين. 51 قالوا أحيانا، مرة فعلا بتألم للدنيا أكثر من الآخرة. والناس الأصلا أبدا ما بتمر بهم حالة زي دي 16% من جملة المصلين معنا. السؤال الثاني، يتعرض كثير من الناس في بلادنا إلى ضغوط اجتماعية
تطالبه بتحمل ما لا يطيق من صرف الأموال، ويظهر ذلك دائما في المناسبات، الزواج، السماية، العيد، هو ما يسمى عندنا بالبوبار. فهل ترضخ بمثل هذه البوبارات؟ بوبارات جمع بوبار. هل ترضخ بمثل هذه البوبارات؟ طيب شوفوا الإجابة، دائما دائما طوالي المرأة بتزنقوه والشفع بيزنقوه، يقول لك الناس يقولوا على بتاع مظاهر دي 6% بس، تخيل والله كان كده مجتمعنا تمام، نحن ماشيين كويس، 6% بس، أحيانا 46% بيرضخوا أحيانا، أبدا ما بيرضخ للبوبار نهائي، لا في عرس بنته، لا في عرس أخته، لا في مناسبة، وما بدور البوبار. دير كم قايلون؟ دير 48% من جملة المصلين معنا. هل ترى هذه الإجابات صحيحة؟ نحن لا نشكك في نوايا الناس، ونرجو ونأمل أن تكون صحيحة. إذن حب الدنيا يكون سيئا والتعلق بها سيئا إذا دفعتك إلى ارتكاب محرم. الرشوة محرمة وهي سبيل محرم، الغش محرم في البيع وإلى غير ذلك. 2، أن تضيع واجبا، أي عمل يضيعك الصلاة الحاضرة في وقتها عمل باطل ينبغي ألا تلتفت إليه. في أهم من الصلاة على وقتها؟ الدكان يا أخي ما أعرف، في دول بيقفلوا الناس دكاكينه، نحن دكاكيننا فاتحة، العشاء يأذن والدكاكين فاتحة، والمغرب يأذن والدكاكين فاتحة، كتر خيرهم يصلوا جنب الدكان المغرب كويس، والعصر يأذن والدكاكين فاتحة، والظهر يأذن والدكاكين فاتحة، وما فيها شخص يسأل، والبيكفل بيكفل دكان يمشي الصلاة، يقول لك ده عاملين فيها مولانا يعني، ولا شنو يعني عاملين فيها مولانا يعني، خلاص يعني لا تخش الجنة يعني، يقولوا كده بالله. شوف الناس حتى ما يساعدوه. ألا تضيع واجبا من الواجبات. 3، وهذا هو الأسوأ، الطمع. أسوأ ما في حب الدنيا أنها تدفعك إلى الطمع. قال صلى الله عليه وسلم، يا إخوانا دي أحاديث نبوية راقية، ما الفقر أخشى عليكم، حديث نبوي، قال للصحابة أنا ما خايف عليكم من الفقر، وإنما أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها ناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي الترمذي قال عليه الصلاة والسلام، لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. والله فتنة، أول حاجة المبدور القروش منه بدءا من الشفع. الشافع تدي 500 حديدة يروح حسدي بتجيب حاجة، أدينا 1000 جنيه، ده الشافع. الشافع كل مرة يقول لك أدينا قروش، الشفع كده الكبار خليهم. والله القروش دي خطيرة، مرض خطير فعلا، لأنه الفلس كعب. اللي بيشكل الفلس منه الدنيا خطيرة. الجمعة الفائتة تحدثت عن البناء وأن صاحبه لا يؤجر عليه، فجاءني أحد الفضلاء وقال لي، قال لي يا شيخنا أنا كان بنيت 10 طوابق وأجرتها والإيجار بيمشي في عمل خير، في أجر؟ قلت له تؤجر على هذا البناء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الاستعمال الشخصي للإنسان. لو واحد عمل 10 طوابق سماها دار الأيتام وقعد فيها أيتام يؤجر على ذلك، لو بنى 10 طوابق وسكى الناس مساكين مجانا يؤجر على البناء ويؤجر على ذلك، ولكن بالنية. لكن في أعمال أنت كان عملتها وما نويت، الله بيديك أجر. كان زرعت الزراعة دي وما عندك أي نية لأي عمل، بس دار تأكل أنت منها وتغنى منها وزرعتها، الله برضو بيديك أجر وإنت ما قاصد. لكن في أعمال الله بيديك أجر لكن ما حرمه. قال لي طيب لو بنيت 10 طوابق وسكنت أولادي
عندي أجر، عندك أجر إن شاء الله، عنده أجر، عنده أجر في ماذا؟ في نيته، في أنه ستر أسرة، أنه أحسن شاب، أنه لم شمل، أنه يؤجر على ذلك. أما مجرد تبني لك 10 طوابق وتسكن فيها أنت أو تأجرها ويجيك قروشة تدخلها في جيبك، دي ما عندك فيها أجر، تب أجر ما عندك، لكن حلال عليك. ولو قمت شلت القروش دخلتها في وقف عمل خير تؤجر على ذلك، وهذا واضح، هذا من الأبجديات. إذن الدنيا والتعلق بها والطمع أسوأ شيء. كيف الطمع؟ أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرة. قال علي رضي الله عنه ابن أبي طالب: معظم مصارع العقول تحت بروق المطامع. ده كلام كبير شديد. معظم مطام مصارع العقول، واحد تلقاه عاقل جدا لكن لما تلوح له بروق المطامع يقوم يخطط: أخش المشروع ده أنجح، أعمل مشروع كبير طوالي، أشتري بيت، أعمل كده، يرسم حاجة زي دي، يدخل فيصرع عقله. مصارع العقول تحت بروق المطامع. كيف؟ استعجال الثروة واستعجال الغنى نهايته السجن. أسمع كلامي ده كويس، أنت الله اداك حاجة هاي بالراحة بالراحة، زيد شوية شوية في تجارتك. يقوم واحد يسمع إنه يخش شريك مع البنك ويجيبه من برا شنو ما عارف يورده ويخش في حاجات زي دي طلبا للغنى السريع والتماسا للثروة الطائلة، بعد ذاك يدخل في كسر، يكسر بضاعة ويخش تاني في مرابحة ويكسر، يقول ليك ده مسجون ب2,700,000,000، عربية ما عنده، وده وين؟ ده السؤال الطبيعي بتاع الناس كلهم، أين ذهبت؟ يقول لك والله ما عارفين. مصارع العقول تحت بروق المطامع. كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلام علماء، الناس بيقولوه، يقولون الطمع والدر ما جمع، ده كلام علي ذاته رضي الله عنه، لكن ده باللغة العربية الفصحى وده بالدارجة. مصارع العقول تحت بروق المطامع. وهكذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ما المطلوب؟ أن تعيش في الدنيا ببدنك، وأن تملك الدنيا وأن لا تملكك. فلو كنت مالكا للدنيا كسليمان عليه السلام وكعثمان ابن عفان وكعبد الرحمن ابن عوف، وبالرغم من ذلك يتأخر عبد الرحمن ابن عوف عن بقية أصحابه فيدخل الجنة حبوا، لأنه يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ولكن هؤلاء ملكوا الدنيا. أما بعض الناس الذين ملكتهم الدنيا فصاروا عبيدا عند الدنيا، همهم الدنيا ونهمهم الدنيا وسعيهم الدنيا وفكرهم الدنيا وقبلتهم الدنيا وصلاتهم الدنيا. هؤلاء خسروا في الدنيا والآخرة، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يصرف عنا هذه الدنيا السيئة، وأن يجعلنا فيها طيبين نستمتع فيها بما أحل الله عز وجلنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونعوذ بالله من عين لا تدمع
ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. هذا في صحيح مسلم. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من النفس التي لا تشبع، نعوذ بالله من النفس التي لا تشبع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعس عبد الدرهم، هذا حديث يدل على أن هنالك عبيد للدرهم. تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة قماش، تعس عبد الخميصة قماش، تعس وانتكس ما فيه فايدة، وإذا شيك طعنته شوكة، فلانتقش لم يأتي بالمنقاش ليخرج الشوكة من بطن قدمه لأنه مستعجل. الحديث لسه ما انتهى. تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، إن أعطي من الدنيا رضي وإن لم يعط لم يرض. دم قياسه، تديه يشكلك، تمسك ينبذك. إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. عبد الدينار وعبد الدولار برضو في عبيد، الذين أفرغوا وسعهم ونظروا إلى الدنيا كأنها غاية. والعقلاء يقولون إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فعلموا أنها ليست لحي وطنا، اتخذوها لجة وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنا. الدنيا بحر بتقطع بالعمل الصالح. عندك أول حاجة تشتغل ما تبقى عاطل، قلبي تلقاها تحمد الله عليه تماما وترضى به وما تتشبر وتمد كراعك على قدر لحافك، ما تكون زول عندك حاجة بسيطة تمشي تبقى لي الناس الكبار كبار اللي بيتكلموا بالمليارات والصفقات وانت ماشي معهم، وتظهر بما ليس عندك. الطمع والدر ما جمع، ده كلام صحيح. مصارع العقول تحت بروق المطامع. اسمع إلى هذا الحديث النبوي الشريف العظيم الذي رواه المنذري في الترغيب والترهيب. قال صلى الله عليه وسلم: من أشرب قلبه حب الدنيا التاط منها بثلاث. بالراحة بالراحة، من أشرب، تخيل في زول حب الدنيا دي الشرب شراب، من أشرب قلبه حب الدنيا التاط. التاط يعني التصق في ثلاثة حاجات من الصقات في تب، التاط منها بثلاث: شقاء لا ينفد عناه، شقى شقيان وعناه ما ينتهي، في عناء مستمر، وحرص لا يبلغ، عنده حرص شديد لا يبلغ مداه، عنده حرص شديد لكن، وفي رواية لا يبلغ غناه، ما بيغنى تب، وأمل لا يبلغ منتهاه. والله الحديث عجيب. من أشرب قلبه حب الدنيا التاط منها بثلاث: شقاء لا ينفد عناه، وحرص لا يبلغ مداه أو غناه، وأمل لا يبلغ منتهاه. الدنيا لسه الحديث ما انتهى،
الدنيا طالبة ومطلوبة. ده كلام حكمة يا أخي، كلام مقعد ورصين ومفيد وبدي لي غاية، وفيه استخلاص لحقيقة هذه الدنيا بصراعاتها. يقول الدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا، في ناس طالبين الدنيا، طلبته الآخرة حتى يدركه الموت فيأخذه. طالب الدنيا جاري وجاه الموت بأخره، عنده مشروع مهم لكن، وباكر عنده اجتماع مع الوزير والموت جاء، الرأي كيف؟ صفقة كبيرة فيها مليارات. عشان كده الناس ببساطة لما يشوفوا الناس جارين في الدنيا يقولوا عايز ناس القبور ديل كلهم عندهم مشاكل ما انتهت. أي زول راقد أمشي يقول له كان مشروعك القادم شنو؟ بوريك تب صحي. أي زول في المقبرة دي ولا ها كنت ناوي تعمل شنو؟ والله بيقول لك كلام تقيل. الدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت فيأخذه، ومن طلب الآخرة جرى ورا الآخرة، ما عنده شغلة بالدنيا، خلى الدنيا طلقها بس. ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه. مش هو خلى الدنيا ما جاب لها خبر، الدنيا بيجي في محله، لازم ياكل الاكل المكتوب له ويشرب الجرعات بتاعت المويه المكتوبه له، ورزقه المكتوب له ده لابد ياخده. كان ابا يركبوا له بالدرب ياكلوا له، وكان اغمي عليه يدخلوا له بالنخرين ويقطروا له قطير، ما عنده طريقه. والله يا اخواننا حاجه عجيبه، لكن البغني على الناس هنا ده كلام مقنع ومفيد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الشيخ الكبير شابا في اثنتين. الواحد تلقى عجوز سنونه مكسرة كويس ونظارته مانعة، شفت عيمة تب، لكن في حاجتين هو شاف فيه تب، عارف قال شنو؟ قال حب الدنيا وطول الأمل. ما دار يموت، مش راجل كذي عمره 150 سنة عيان، يقول لهم إخواننا ما تودوني الأردن أمكن القلي علاج، أردن بعدها بتحلك، أرقد محله إذا أشوف موت موتك. قال أردن، قال أردن شنو؟ والله عمره 150 يقول لك ودود الأردن، داير شنو ده؟ ما داير يموت. وحب الدنيا كان لديته قروشنا بيها باتب، هشا عجوز في أي حاجة، لكن في حاجتين ما بيعجز في الإنسان، في حاجتين البني آدم ما بيعجز منهن، إنه يحيا ويتشبث بالحياة ليبقى، هذه فطرة، وأن يكون له مال وأن يستزيد من المال والدنيا، هذه فطرة. يهرم ابن آدم في كل شيء إلا في حب الدنيا وفي طول الأمل. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن نفس لا تشبع. يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من الهوى ومن طول الأمل ومن الطمع. يا رب العالمين اللهم اجعل قلوبنا خالية من الطمع إلا إليك، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم اجعل طمعنا فيما عندك، واجعل طمعنا في رجائك، واجعل طمعنا في مغفرتك،
واجعل طمعنا في جنتك يا رب العالمين وفي رضوانك ومغفرتك. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.